بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كيف حالكم إخواني وأخواتي الأعزاء والأكارم؟ عدت اليوم لكم من جديد، أعرف أنني أطلت عليكم كثيرا، ورأكم إن شاء الله سعيد بعودتي إليكم من جديد. يعني إخواني راح نحاول نرجع قدر المستطاع، ضغوطات الله غال كما يقول الناس كامل. ندخل في الدرس، درس اليوم إخواني وهو كيفية استرجاع الشيء اللي هذا كل الناس واقعة فيه، صفحات الفيسبوك، مش كما نقول احنا تروح لك صفحة فيسبوك، الحساب الإعلاني الخاص بك، تابعوني مليح. في بعض الأحيان تكون إنسان قاعد يخدم سبونسور عادي، مثلا ترويجات إشارات للصفحات، خاصة أصحاب المحلات اللي يخدموا إشارات مثلي أنا، وعندي نديروا أنونس خفيفة برك، عندي إشارات إخواني للصفحات بأسعار جد 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 جيدة. وعندما كما يقولوا اللي حاب يتواصل معايا وندير له سبونسور للصفحة تاعه ولا الأعمال تاعه الخاصة به، محلاته أو شركاته، يعني الحمد لله سمعتنا جميلة جدا، وسقسيوا علينا بوناتاك في ترويجات صفحات دي سبونسور أمامكم. هذه الصفحة خاوتي قبل أسبوعين أو أقل، قبل 10 أيام نقوله، كانت هنا تجيني الترويج كن كليكي هكا ما نقدرش، هك معايا دوك تشوفها خرجت عادي، ما نقدرش تجيني شغل روح تتواصل مع الدعم الفيسبوك ولا حاجة، ولا نروح لهنا هذا تلبيسيرا نروح هنا ما تجينيش كما هيك ترويج. هك معايا مثلا هذا الفيديو عملته اليوم تاع ريباراسيون مانتونونس، نديرو الترويج المنشار امامكم تظهر عادي. الكثير منكم سوف كما يقولوا يكذبوني كثير كثير اعلم، مثل هذا الفيديو امامكم. الفيديو ما شاء الله قبل قداه نسنا، يا الله يعطينا الوقت بارك، رمو قبل سنتين او ثلاثه دوك هنا نعرفوها، يا قبل سنتين. هذا الفيديو خاوتي سمعنا به الخماسه وزنينا كما يقولوا، ناس كومونتات لنا طيحت لنا قيمتنا، وكاين حتى يسبونا والدينا. ليسونسيال خاوتي الفيديو هذا صح درت انا، يا اكتشفت الثغره كما راكم تشوفوا، حل مشكله الترويج والدفعات المعطله. الترويج غير متاح بين قوسين، الناس بزاف تخرج لها في صفحات الفيسبوك ولا تجيك بالفرنسي نو ديسبونيبل، يعني كما نقولوا احنا بوست نو ديسبوني، ما تقدرش تبوستي هذا الواحد، درتي انتهاك كيما يقولوا حقوق طبع النشر، ولا انتهاك الملكيه كما يقولوا هما، ولا سا ديبون لي باج دي سبونسوري لهم، نزلتي هما نزلوا كاش حاجه فيها انتهاك الحقوق الملكيه كما قلنا كامل. وبهذا تؤدي بنا الى الحظر، حظر حسابك الاعلاني. سوف نرى الحساب الإعلاني كيف يأتي، يا إن شاء الله بربي نقاوة برك خاوتي ما نبعتلوش تخيخ عبرك، ندخلوا هنا دوك نقاوة حساب الإعلاني، سامحوني يا برك. كنا عطيكم كيف يجي الحساب الإعلاني به كامل، تدخلوا تشوفوا الحساب الإعلاني تاعكم، كل واحد فينا عنده حساب إعلاني. هاو كيف يجي خاوتي الحساب الإعلاني، تابعوني مليح. هذا الحساب الاعلاني الخاص بنا، سامحوني دقيقه بعد، لا هذه لا باج فيسبوك. مهم الحساب الاعلاني خاوتي نعرفوه كامل، يجيو فيه قداه دفعتي قداه درتي، مهم دوك نرجعوا لكم ونعطوه لكم الحساب الاعلاني امامكم الان. هاو الحساب الاعلاني كيف يجي خاوتي دوك تشوفوا كامل، نبقاو نظر عليه خفيفه برك. هاو امامكم بوناتاك، هنا نديرك شغل بالعربيه الفصحى، هاو نقلبوه انجلي كما كان، هاي بوناتاك. هنا يقول لك لما ليس لدينا بيانات ملاحظة عملاء، أو يقول لك هنا تم آخر تحديث 12 أكتوبر، وقتها 12 أكتوبر اللي هو اليوم. هنا خاوتي درنا معاهم مواصلات، ودوك نعطيكم الطريقة من الأول للآخر كيف ترجعوا لصفحة فيسبوك تاعكم، راح يطول شوي الفيديو بصح تابعوه للآخر باش تفهموني. هنا واش يقول لك، هنا في حساب فيسبوك يقول لك حساب إعلاني، هنا كل الحالات ديرها له، هنا هاو كريم وعبادلية، لم يتم رفض أي إعلان. هذا يا خالد بيرسونال واحد خلاف لا يوجد مشكله، وهذا من الصفحات اللي خاصه بنا اللي رانا فيهم انا ادميان. نروحوا نظره عامه على الحساب، يقول لك هنا واش يقول لك، تم تقييد الحساب، هذا بوناتاك هذا حساب اعلاني خاص بنا كما يقولوا احنا كونت بزنس،
تخدم به عادي كشغل تكريه وتخدم به البيزنس كي يحبسوا لك مثلا كريم وعبادليه ولا كريم عبادليه تقدر دير واحد جديد هاك معايا خاوتي. هنا يقول لك لا توجد مشكلة في الاعلان، نديروا مشكلات تتعلق بالحساب، بالك هنا يظهروا لنا المشاكل اللي صارت لنا مؤخرا. شو شي يقول لك خاوتي هنا احدث مشكلات الحسابات في اخر 30 يوم من 12/9/2021 الى 12/10/2021 شهر كامل. راجع احدث الحسابات والاصول التي تتطلب حذرا بسبب عدم توافقها مع سياسه الاعلان او المعايير الاخرى المطبقه لدينا. واذا كنت تحتاج الى عرض كل المشكلات التي تواجه الاصول والحسابات فانتقل الى نظره عامه على حساب على حاله الحساب. شو شي يقول لك هنا؟ ممتاز، المشكلات التي تم حلها ها هي خاوتي وقت حليناها 10/10 رانا في الشهر قدا هنا لتحت امامكم في شهر 12/10 حلوها لنا سمار يقولون قالوا لك واحد اليومين نقولوا لكم هذا المشكله والحمد لله. بعد يومين اتصلوا بي من دوله المغرب الشقيقه عملاء اليوتيوب استغفر الله يا ربي عملاء الفيسبوك من الاداره الفيسبوك تواصلوا بي يحكي معايا بالعربيه فصحى عادي. تواصلت معهم وكل شيء وقالوا لي من فوق اعتذر منك يعني رجلوا لي يقول لك اعتذر منك خاوتي اللي يقول لك ما صلحت ليش واحد يقدر يتواصل معايا نزيد نفهمه مليح مليح في لاباج بوناتاك ولا عندكم فيسبوك الاخرى هنا اليوتيوب خليوا لي تعليقاتكم وراح نرد عليكم كامل ان شاء الله. نروحوا اخر حاجه اللي نعطي لكم هنا وش يقول لك حد نظره كما قلنا خفيفه اعدادات الحساب الاعلاني جوده الحساب مدير الاعلانات اعدادات مدير الاعلانات الجماهير والفوترة كلش كاين هنا تلقاو فيها عادي. مدير الاعلانات مثلا وش يعطيك؟ يعطيك لي سبونسور اللي خدمتيهم من انشات هذا الفيسبوك امامكم هذا من كل الصفحات اللي نخدموا فيهم ما شاء الله ما كما تشوفوا امامكم. نرجع دركا لهنا قبل عامين شوفوا تم تقديم نموذج بنجاح شكرا على تواصلك معنا شفتوا امامكم يعني قال لك تم تقديم النموذج بنجاح وتلكم تواصلوا معاهم واعطيوهم نظره صحيحه مش تروينهم تركون تروي يعرفك بلي تروي راهو ما يرجع لكش مستحيلات. انا خدمهم حوالي $1000 دركا كي جاو يشوفوا الكونت بزنس يلقوني صحيح وخدام على روحي ريكيبيرو لي الكونت انتم تانا ان شاء الله يرجعوا لكم الكونت تاعكم. قلنا واش ديروا؟ تروحوا مثلا نرجعوا دركا من الاول تروحوا للترويج مثلا غير متاح تكليكيو عليه انا ما لا غالب خاوتي رجعته وتمنيت اني ندير لهاد لا فيديو قبل ما يرجعوه به كلش على عينيكم بصح ما حطيتش راح يرجعوها لي. انا قلت بالك تبدل التحديثات واحد بصح ما شاء الله كانت ليه سرعه في الرد ونشكرهم شكر كبير طاقم اداره فيسبوك دعمه. مهم تكليكيو خاوتي انا تخرجي الترويج انتم ما تروحوا تكليكيو على هذه الترويج ولا تروحوا لهنا تجيكم ترويج غير متاح تكليكوا عليها تعطيكم رساله يقول لك تواصل مع اداره فيسبوك وين تروح انت اخويا العزيز تروح تكليكي هكا تروح لهنايا تروح المساعده والدعم تبعوني مليح كي تروح المساعده والدعم شو دير مركز المساعده ولا البريد الوالد الدعم ولا الابلاغ عن المشكله دير له مركز المساعده تظهر معكم هذا القائمه وش دير له تم توقيف هاي تعطيل اعلان الترويج ولا تم تعطيل عمليه الترويج كليك عليه وش يعطيك يعطيك هذا الصفحه هاي تم تعطيل حسابي انتم بدكم نعطيكم مش تخيروا هاي لماذا تم تعطيل حسابي في عمليات الدفع في الفيسبوك كليكوا عليها شو يعطيونا يعطيونا يقول لك هنا الرجاء اتصل بنا هاي الرجاء الاتصال بنا تتصل بهم تخرج لكم هذه خاوتي ان هنا تكتب له انا هكا ومن بعديك هنا تخير له انا خرجت تخرج لك الحساب تاعك كريم عبادليه ولا فلان والفلان سيرتو لعاد اسمك صحيح هنا تعطيهم حاجه من المشاكل تاعك اللي صارت لك قبل 60 يوم هنا تعطيهم صوره على المشكله تاع هذيك اللي الترويج غير متاح وتكتب لهم ميساج ارجوكم اريد استرجاع هذه صفحه او استرجاع الحساب الاعلاني خاص بي لكي اعمل به وانا اتقوت به وحوايج هيك شغل طيح لهم بشكاوي ودير ارسال يقول لك في ظرف يومين ارجع لكم ومره خلاف راح نعطي لكم طريقه خلاف اسرع بكثير تواصل معاهم ديريكت خاوتي بالدردشه ان شاء الله نكونوا برك خبيناها هنا ما تكونش راح تنها هاي خاوتي الصفحه دوك نخلي لكم الرابط تاعها اسفل الفيديو خاوتي
اللي طيح فيه هاد المرة ولا اللي سبني راني راح نقول له الله يهديك، ما راح نقول له والو. انا راح نكمل نستمر في الشروح تاعي. الناس اللي راهم كما يقولوا معانا كتر خيرهم، اللي يدعموا فينا واللي يحفزوا فينا، ان شاء الله راح تكبر القناه مع الوقت، وراح تعرفوا كامل قيمه هذه القناه وش المعلومات اللي تسيب فيها. ما القدر انا دايرينها لكم عامه غير باه تستفادوا كامل. ابوني وخوتي وديروا لايك لهذا الفيديو، خليك شما يصل شويه، المناطق كبيره بزاف وننجحوا الناس نعاونوا الناس بزاف. وش يقول لك هنا خوتي؟ يقول لك المتابعه من حال تم فتحها مؤخرا لهذا الاصل. هنا خاوتي نعطيكم المصداقية باللي راني تواصلت معاهم مؤخرا. شو شي يقول لك هنا الحساب الإعلاني ها وريقلولي وكلش تم تقديمها في 10 أكتوبر. هاي هنا يقول لك احتاج في مساعدة بشأن حساب الإعلاني، يقول لك ريقلوها سيبون في 10 أكتوبر، ويقول لك هنا تحدث مشكلة هل لديك مشاكل أخرى، قول له أنا مثلا تم تم تم. هاي يجيك هنا لتحت في الأسفل هاي تحديد مزيد، تتخيل المشكلة عندك ودير له حد المشكلة وحصول بالك في الأخير خاوتي تجيكم. كي تكمل تعمر معلومات تجيك، انا ما نشرح نتواصل معهم، تجيك ديراكت تواصل دردشه دردش معهم ديراكت، تنتظر مامبا خاوتي دقيقه لا اكثر. يجيك عميل معهم يقول لك مرحبا بك تواصل معنا، واش تحب نعيطوا لك مكالمه في الهاتف تاعك ولا تحب نتواصل معك هنا؟ انت اللي شغل اللي قريب يحاولوك باه يريقلوك. انت تحكي لها المشكله تاعك، واحد يقول لك اعطيني الرقم الاي دي الخاص بك، رقم الاي دي الخاص بك كما راك تشوفوا تاعي هنا امامك، وراح نضبط بصوره خاوتي اللي حقوق الطبع والنشر راكم تعرفوا، ولا السرقات انا باه نعرفوا كم نحميوا نفوسنا. وبهذا كما نقولوا قد بربي ان شاء الله يومين ثلاثه يرجعوا لك، لقوا المشكله صعبه يقول لك ممكن طيل شويه ممكن تقصار. خاوتي اتواصلوا معاهم وان شاء الله ترجع لكم حساباتكم كامله، وما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو كامل معاكم. وفي الاخير واش راح نقول لكم؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.